بالرغم من بعد المسافات إلى أنها ستظل في القلب. فلسطين، قضية العرب الأولى والشغل الشاغل للدول المغاربية التي تدافع عنها على مر العصور. ومع تواصل العدوان الإسرائيلي وتردي الأوضاع في قطاع غزة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة وقف الجرائم وحرب الإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وأكد الرئيس التونسي مواصلة دعم فلسطين وشعبها بكل السبل حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من أجل إنقاذ الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي الغاشم. الجزائر تؤكد دوماً دعم القضية الفلسطينية، وشدد الرئيس عبد المجيد تبون وقوف بلاده إلى جانب فلسطين، معتبراً أن ما تشهده غزة وصمة عار على البشرية. وبمجرد حصولها على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة، أكدت الجزائر أن أهم أولوياتها هي القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وهو ما ظهر جلياً خلال التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار الذي دعمته حتى تم إقراره. نتطلع بالتزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار، وأن يتوقف القتل فوراً ومن دون شروط. ملك المغرب محمد السادس أكد مراراً وتكراراً موقف بلاده الراسخ من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. وشددت المملكة على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم. الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بدوره أكد أنه يتألم ككل الموريتانيين لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من قتل وحصار وتشريد، وطالبت موريتانيا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية وفرض الوقف الفوري للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية العاجلة له. وحتى ليبيا خلال أزمتها لم تنسى القضية الفلسطينية، وأكدت رفض تهجير الشعب الفلسطيني الذي تعتبر قضيته قضية إنسانية وسياسية عادلة تخص جميع أحرار العالم حتى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. الدول المغاربية تبقى عينها على فلسطين وقضيتها، تدعمها بكل ما تملك من قوة حتى التوصل لحل دائم وعادل ينهي معاناة الفلسطينيين المستمرة منذ عقود.